كشافة الشمندورة البحرية تقدم ريشي 2016. يسوع على صورته خلقني لي هدف في حياتي ودور أخدم بيتي كنيستي ووطني وأكون وسط العالم نور. أنا كشاف، أنا كشاف، عمري ما خاف، في كل مواقفي شجاع ودور، ربي معايا هو حماية زي ما كان بيحمي داود. كل يوم بيعدي عليا مش محسوب من عمري صحيح، غير لما اعمل حاجة ايجابية تشهد اني ابن المسيح. كل يوم بيعدي عليا مش محسوب من عمري صحيح، غير لما اعمل حاجة ايجابية تشهد اني ابن المسيح. انا كشاف، انا كشاف، عمري ما خاف، في كل مواقفي شجاع وقوي، ربي معايا هو حماية زي ما كان بيحمي داود. كشف، عمري ما خاف، في كل مواقفي شجاع وقوي، ربي معايا هو حماية زي ما كان بيحمي داود، زي ما كان بيحمي داود، زي ما كان بيحمي داود.
كشافه سن اعدادي اولاد اشبال سن ابتدائي اولاد وبعد كده ثلاث فرق زيهم بالظبط في البنات اللي هم متقدمات ومرشدات تفضلوا ارتاحوا تفضل. يسوع على صورته خلقني لي هدف في حياتي ودور أخدم بيت كنيستي ووطني وأكون وسط العالم أنا كشاف أنا كشاف عمري ما خاف في كل مواقف شجاع ربي معايا هو حماية زي ما كان بيحمي دوب عد عليا مش محسوب من عمر صحيح غير لما اعمل حاجة ايجابية
قلب مش اساس صمت. Thank you.
صانع عرايس ورثت مهنة من أبويا وجدي، فتحت عيني على الدنيا وسط العرايس. عشت معاها طفولتي وكبرت معاها يوم بعد يوم، حبيتها لدرجة إني كنت بقعد مع والدي وهو بيشتغلها وتعلمت منه صناعتها، وبقيت أشهر وأعظم فنان في صناعة العرايس. مش بزهق أما بقعد أوقات طويلة وأنا وسط العرايس، وكل عروسة بعملها بقعد أفكر فيها كتير، بفكر في كل تفاصيلها وملامحها، ببقى عارف إيه الشخصية اللي أنا عايز أطلعها من كل عروسة. أنا بحب كل العرايس اللي أنا عملتها عشان كل عروسة منهم عبرت عن فني وموهبتي العظيمة، درجة إني بتخيل إنهم شخصيات حقيقية ممكن أقعد وأتكلم معاها وأسمع كل مشاكلها وكل اللي بيضايقها. ودلوقتي أنا عايز أعرفكم على آخر عروستين أنا عملتهم، دول أحسن عروستين أنا عملتهم، بس للأسف أنا زعلان لأن فيهم حاجات كتير باظت وحاجات كتير اتكسرت. عايز أسمعهم، عايز أعرف ليه حصل لهم كده. أنا فعلا كنت عروسة، كنت عروسة جميلة قوي. كان كل ما حد يشوفني كان بيدي عجبه بيا. وفي مرة لما جه حد عشان يشتريني قد ايه كنت مبسوطة وطايرة من الفرحة، عشان خلاص الهدف اللي عملني عشانه عم بكيل خلاص أنا بيتحقق. شفتوا عجبكم؟
مش اتمنى ان كل ده يحصل، بس انا مش السبب في اللي انتوا فيه. انا ما عملتكوا، عملت كل حاجه فيكوا حلوه وحلوه قوي كمان. انا مش مسؤول ان الاشتراكي معرفش يخلي باله منك فوقعتي واتكسرتي، ده حتى ما فكرش انه يصلحك وركنك على الرف. وانت كمان، انا عملتك عروسه مليانه مواهب كتيره قوي. انا مش مسؤوله على اختيار الناس اللي ما قدروش المواهب اللي انا عملتها فيكي واللي لازم انت تكوني شايفاه في نفسك. انا ما كنتش قادره اربطك وايد حريتك. انا لما عملتك كده عشان اللي هيحركك يقدر يعمل بيكي اشكال كتيره، ونفسي دلوقتي تديني فرصه اساعدك عشان ارجعك زي ما انا عملتك. لا لا، مش هينفع، مفيش وقت ارجع زي الاول، خلاص انا مش هقدر. لا لا يا خسارة، كان نفسي تديني فرصه اساعدك، انت حطمتي نفسك. الحياه معركه كبيره، اكيد هنعدي فيها فشل واحباط، ويمكن اوقات فينا حاجات تتكسر ونحس اننا اقل من كل اللي حوالينا، لكن لازم ما نستسلمش ونقوم ونكمل رسالتنا. اوعوا حد فينا ييأس، خلونا نمد ايدينا لكل ايد هتتمد لنا عشان تساعدنا، وخليكوا دايما فاكرين الكلمه دي، ان ما بين البدايه والنهايه هي اصعب الخطوات.
معنا سنين كتير قوي قوي وخدمنا واحنا كمان طلعنا عينه بصراحة. احنا خدمة صعبة يعني مش سهلة، كانت سنين كتيرة مليانة ثمر ومليانة محبة ومليانة تعاون كل حاجة. في الاخر انا باجي ايه زي ما انتوا شايفين كده يسقفوا واخد حاجة وامشي. في الاخر يقول لك ايه فلنت يعني، لا هم فعلا كانوا يتعودوا من كل حاجة. شوف يا بني احنا عملنا ايه بأمانة، ده اللي كان بيحصل. بس مستنيك مجموعة الشباب حلوة، هات محل فيهم لما بيعملوا حاجة بيحطوا الرابط كل حاجة، بيتجمعوا كده مع بعضيهم بروح واحدة قلب واحد بنظام واحد، فدي بركة كبيرة خالص. ربنا مرقص طبعا هو اللي كان من زمان راجل ليه في الكشافة وهو فاهم كتير، عشان كده قلنا هو يستلم أفضل. الشكر التي في النهاية لن توفيق حقك، شكرا لك على عطائك طوال فترة قيادتك لمجموعتنا ولك منا كل الحب والتقدير. كابتن سامح سعد. طيب احنا ممكن نعرض كده فيديو صغير نريحكم من الفرق الكشفية لمدة 20 دقيقة، فيديو كده فيه كلمة من الآباء وفيه شوية كلمات من القادة قادة القطاعات. بسم الآب والابن والقدس الآن واحد أمين. الشفاء عموما من أحلى الحاجات اللي ممكن تحصل للإنسان في حياته، و بتزرع فيه حاجات كتيرة جدا وتعلمه حاجات تنفع معاه في كل حياته. الفكرة مش فكرة خيمة ولا فكرة منشأ بنعمله ولا فكرة عصاية بندقها في الأرض، لكن فكرة تكيف، فكرة استعداد، فكرة التزام، فكرة جدية. الكشافة عموما بتخلق في الإنسان صفات بتبقى مدفونة جواه وبتخليه يعرف يطلع كل الطاقة اللي جواه بطريقة إيجابية تجاه نفسه، تجاه اللي حواليه، تجاه المجتمع. ومعروف جدا ان نشأة الكشافة كلها مسيحية، وكل تعاليم الكشافة كلها مبادئ انجيلية. الناس مش فاهمة كده ومش مدركة كده، لكن بادن باول لما عمل بداية الكشافة وفكرتها كانت فكرة ان هو بياخد كل المبادئ الانجيلية اللي هو اتعلمها في الكنيسة وبيحطها بطريقة عملية يعلم بيها الشباب ويعلم بيها الاطفال الصغيرين. الكشافة من الأنشطة المحببة جدا للقلب، وكل إنسان دخل الكشافة عمره ما بيخرج من الكشافة، حتى لو مش بيلبس الفولار، حتى لو مش بيروح اجتماعات، حتى لو مش منتظم، لكن الكشافة فكرة بتفضل عايشة معاه. يومه بيبقى عامل زي يوم الكشافة، تنظيمه لحياته بيبقى تنظيمه للكشافة. نشكر ربنا السنة دي الكشافة عملت شغل كويس خالص مع الولاد، وده تراكم مجهود سنين طويلة، مش مجرد السنة دي. كل الناس اللي في كشافة الكنيسة هنا، أنا جديد عليكم، لكن كل الناس اللي في كشافة الكنيسة هنا من سنين طويلة، كل واحد في جيله، كل واحد في وقته، حط مبدأ، حط نشاط، حط كوبة بيتبني عليها سنين بسنين خبرة تراكمية وفايدة تراكمية وثمر تراكمي بنلاقيه في الولاد. ربنا يبارك في الخدمة، ودايما الروح روح مسيحية نشيطة عالية، روح إيجابية مليانة محبة، نعلم فيها الولاد الصغيرين والولاد والبنات والكبار والقادة والمرشدات والكشافين والأشبال والزهرات، وكل واحد يخش الكشافة ياخد بركة كبيرة إنه شخصيته تتغير للأحسن، تتنمى فيه صفات لطيفة، يتعلم الجدية، يتعلم التزام، يتعلم النشاط، يتعلم الاستعداد، يتعلم التكيف، يتعلم ازاي يتعامل مع الناس، وتبقى خبرة ليه لكل حياته اللي جاي. ربنا يحافظ عليكم وعلى الكشافة. إلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. مساء الخير عليكم، يشرفني وجود حضراتكم في الاحتفالية معنا النهاردة. الحقيقة من محبة ربنا ان انا بخدم فريق كشافة في كنيسة العذراء مدينة نصر بعد سلسلة من القادة العظام اللي خدموا في المجموعة، بخدم مع شباب من القادة والقائدات المتميزين والاولاد الهائلين جدا جدا جدا،
أتمنى أن الحفلة تكون حائزة على أعجبكم في النهاية، وأشكر حضراتكم على وجودكم وتشرفكم لينا، لأنه الحقيقة وجودكم كان إضافة كبيرة لينا في الاحتفالية ديت. وشكرا. بسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد أمين. نشكر ربنا على عمله معانا كل الخدمات اللي في الكنيسة، نشكر ربنا على عمل الكشافة وتطورها وتقدمها. الكشافة دلوقتي بتضم شباب وشابات كتير، بتعلمنا تعليم حلوة خالص خالص خالص. هي أصلا فكرة الكشافة مبنية على التآخي والتعاون والطاعة، ودي كلها أفكار موجودة فعلا في فكرنا إحنا المسيحي. نلاقي في الرهبانة إنها حياة شركة، الكل بيحب بعض، الكل بيطيع، الكل بيتعلم من بعض، ودي قريبة جدا 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 من التعليم بتاعتنا إحنا. فالكشافة مش بعيدة عن تعليمنا إحنا المسيحية الإبطية الصميمة العريقة. نشكر ربنا أن كل أولادنا وبناتنا في الكشافة بيرتبطوا بالكنيسة، بتعلموا خدمة في الكنيسة. وجودنا في بيت ربنا هو نفسه في حد ذاته بركة كبيرة. ربنا يديهم كل نعمة وكل بركة وينمي خدمتهم، وتبقى دايما ثمر حلو للكنيسة كلها. اشكركم وربنا حافظ عليكم، وكل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. فرحان خالص ان انا النهاردة في وسطكم في المجمع 32 للكشافة، عقبال المجمع المليون. نشاط الكشافة نشاط جميل، نشاط بيعلم حاجات جميلة جدا. فرحان بكل عدد الولاد والبنات الموجودين فيه. نتمنى ليكم كل فرح وكل خير. انا قائد مارك جورج، انا قائد فريق اشبال. احب اشكر كل الولاد على تعاونهم وعلى روحهم العالية في الموسم دوت. احب ان انا اشكر كل القادة اللي معايا. احب ان انا اوضح بس فكرة الموسم بتاعنا السنة دي، ان احنا كنا بنهدف ان احنا نعلم الولاد التعاون، وازاي ان هم يكونوا كلهم روح واحدة ومجموعة واحدة، زي ما تعلمنا في المعسكر ان احنا قطيع الاشبال، كله مع بعضه، كله بيتعلم من بعضه، كله بيحمي بعضه، كله بيساعد بعضه. قوة القطيع في الفرد الواحد، وقوة الفرد الواحد في القطيع بتاعته. أحب أشكر مجهود القادة كلهم على اللي عملوه طول الموسم، لولاهم ما كانش الموسم طلع بالشكل دوت. أحب أشكر قادة الفرق التانية اللي ساعدونا بأي شكل من الأشكال، سواء مساعدة في وقت الزنقة، سواء مساعدة بأفكار، سواء مساعدة بأي كان يعني اللي هم ساعدونا بيه. أحب أشكر كابتن باسم القائد العام بتاعنا، لولاه ولولا محبته ولولا مساعدته لينا ما كناش عرفنا نكمل، ما كناش عرفنا ان احنا نوصل للي احنا وصلنا له دوت. انا شفتان مارينا وهبه، قائده فريق زهرات من اولى ابتدائي لسنه 6. احب اشكر البنات على تعاونهم مع بعض وحبهم لبعض، واتمنى يكونوا انبسطوا معنا في السيزن دوت. احب كمان اقول لكم السيزن السنه دي كان هدفه ان احنا نكون فريق واحد روح واحده، وان احنا ما نتكلمش عن حب الذات، وان كل واحده تفكر في يعني في فينا كلنا مش في شخصها بس. واحب اشكر كمان القاده اللي معايا كل واحده فيهم، فعلا ان السيزن السنه دي ما كانش هينجح من غير مجهودهم معاهم كلنا مع بعض. واحب اشكر شكر خاص قوي جدا لكابتن باسم فاروق قائد العام على مجهوده، وانه دايما بيشجعنا، وانه بيدور على حلول ان احنا ازاي نعلى بالفريق اكتر واكتر. الشكر الاكبر كمان لاولياء الامور على مجهودهم معانا، احنا تعبناكم خلال السنه كلها، وتشجيعكم للبنات ولينا ان احنا ازاي نعلى بالفريق اكتر واكتر. شكرا. كابتن ساندرا صلاح، مساعد قائد فريق زهرات. معسكرنا السيزون دوت كان عن ان احنا نبني القصر بتاعنا اللي هو في السماء مش في الارض، بنبنيه بالمحبه والتعاون ومساعده الغير واسلوبنا الكويس مع الناس. احب اشكر بجد كل بنت جت معانا المعسكر. معسكر بجد كان احلى بيكو قوي، وبشكر كل القاده والمساعدين اللي تعبوا في حاجه زي كده. المعسكر كان تحفه، انتوا اللي قومتوا بجد المعسكر. بسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد أمين. تحلي عن نعمته وبركته في كنيسته من الآن والأبد أمين. بركة كبيرة جدا خدمة الكشافة في كل الكنائس، هي خدمة تنظيمية، خدمة جميلة. وأنا عشت مع الكشافة فترة جميلة جدا جدا، فترة كلها التزام منهم وتأدية واجباتهم وتأدية اللي عليهم. هي بتطلع الأولاد من الصغر ملتزمين
إن كان في الشكل زي أسلوب الجيش، لكن عشان يطلع الطفل من صغره إنسان منضبط إنسان ملتزم، ودي بركة كبيرة جدا جدا. فهي خدمة تكميلية باستمرار مع مدارس أحد ومع الكنيسة، كنيسة كلها أعضاء، فكلنا بنعمل من أجل إيه؟ من أجل المسيح الواحد. فبركة كبيرة، ربنا يبارك في الكشافة وخدمتها وكل من فيها، بتعبهم قادة وأشبال وكل ما هم موجودين صغيرين وكبار، كل واحد ليه عمله، كل واحد ليه خدمته، خدمة مقبولة جدا قدام ربنا. لما بكون كلها حلوة وفي روح واحدة وقلب واحد، بيبقى ربنا مبارك في العمل كله بكله باتضاع. ربنا يبارك في خدمتكم، يبارك فيكم ويحافظ عليكم، لها كل مجد وكرامة من الآن والأبد، آمين. مساء الخير يا جماعة. يعني أنا كنت عايز أقول كام كلمة كده في نهاية، يعني من يجي 14 سنة بروح فريق حقيقية في الـ في الـ في الـ في الـ أنا صامول صبري، قائد فريق كشافة قطاع إعدادي. هي كشافة في الأول وفي الآخر هدفها أنها تنمية الشخصية أكتر من مهارات كشفية أو عواد وربطات وحبال. إحنا كفريق إعدادي ابتدينا نعمل الموضوع دوت، وحابين نعمل تمنية للولاد بتوعنا. بدينا عن طريق أيام كشفية ورحلات الخلوية. الأيام الكشفية كانت بتدل على، كانت مليانة شغل كتير. بالنسبة للرحلات، عملنا رحلة وادي دجلة، مشينا حوالي 4 كيلو. كان الموقف بالنسبة لأول ناس مرة تطلع رحلة خلوية في محمية وادي دجلة، كان بالنسبة لهم الموضوع مهيب، كانوا انبسطوا، حسوا بشعور غريب ما اعتقدش انهم شافوه قبل كده. موسم كشفي كان كله كان بيتكلم عن فكره قبول الاخر. كان عندنا مشكله في الولاد اغلبهم، ان في ولاد مش بتقبل بعضها او بتقبل اصحابها بس. احنا كنا حابين من خلال الموسم نوصل فكره مهمه جدا، اللي هي نقبل الاخر. كان في المعسكر بتاع الفريق كان موجود في بيت الواحه اللي على طريق مصر اسكندريه. المعسكر كان 4 ايام، ناقشنا فيه الموضوع ده بقى بصورة اكبر. كان المعسكر كان اسمه ينشو. ينشو معناها قبول باللغة الصينية القديمة، لغة مش مستخدمة، بس احنا فكرنا ان الفكرة اسم ممكن يكون جاذب بالشكل دوت. كمان بحب اشكر كل القادة اللي اشتغلوا معنا في الموسم، هم تعبوا جدا ولو تعبهم دوت الفريق كان يوصل اللي وصل له. اتمنى ان الفكرة كشافة تكون وصل للكل، مقبول عند الكل. صور صورة بس الكاميرا دي غدا الموبايل. انا شفتان مارتينا، قائدة فريق مرشدات. فريق مرشدات اللي انا منه هم بنات جامدة جدا، وبيشتغلوا تحت ضغوط، ورغم كل الضغوط اللي هم بيبقوا فيها برضو بيطلعوا الشغل جامد جدا ومبدع، وكلهم ايد واحدة، بيكونوا وبيساعدوا بعض دايما. وفي المعسكر رغم كل الضغوط اللي كانوا فيها برضو اثبتوا نفسهم وطلعوا شغل جامد جدا، وحققوا كل اللي هم كانوا محتاجينه وكانوا عايزينه، وتعلموا كتير. واي نجاح حصل السنه دي فده علشان البنات عندهم القابليه ان هم يستفادوا. وكمان كان في تعب القاده اللي معايا. فريق مرشدات دايما مستعد. مستر سميتة، تحب تقول لنا ايه؟ يا ابن يا حبيبي. امين عام خدمة ثانوي و امين خدمة. استنى كل سنة وطيبين لكل الاولاد والبنات اللي في الكشافة. اتمنى لكم خدمة كلها بركة وكلها نعمة نشعر فيها بحضور ربنا يسوع المسيح في وسطينا. كل سنة وطيبين. يا عم فضايح سجل يابا سجل. انا القائد ماجد فتيح، قائد فريق متقدم، وحبيت يعني أدي فكرة صغيرة عن السنة دي منهجنا دنيتنا ماشية ازاي. وفريق متقدم، فريق متقدم اللي عارفش هو فريق ثانوي. السنة دي حبينا نعمل شغل جديد، فكر جديد، فحبينا ان احنا نعمل حاجة اسمها ديسكونكت اند ريكونكت.
وده باختصار شديد ان احنا حبينا نخلي الاولاد السنة دي يفصلوا عن كل حاجة في العالم، وخصوصا الميديا، الفيس والتويتر والانستجرام والحاجات دي كلها، لان احنا حسينا الاولاد ابتدوا الحاجات دي بتاخدهم من ربنا. فاحنا حبينا السنة دي ان احنا نعمل حاجة دي نفصل الاولاد عن الدنيا دي. ومن خلال الموضوع دوت احنا حطينا خطة ومنهج، والحمد لله ربنا وفانا ومشينا عليه. بداية من اول منهج اللي احنا حطيناه، سواء كان منهج ديني او كشفي او ثقافي، بعد كده حطينا المعسكر بتاعنا كان في مدينة راس سدر، وهناك كانت فرصة حلوة جدا ان اولاد يعملوا فعلا فصل من العالم دوت ومن كل الميديا اللي حواليه. والحمد لله طلعت نتيجة كويسة، والاولاد كانوا كويسين ومبسوطين، ورجعنا كملنا المنهج بتاعنا ومشينا زي ما احنا حاطين منهج. وادينا مستعد نحط بقى خطة المنهج بتاع المجمع، وان شاء الله تبقى حفلة كويسة والناس كلها تنبسط ويشوفوا الشباب متقدم كانوا يشتغلوا ازاي طول السنة وطلعوا ايه. ويا رب يا رب يا رب الحاجة كلها تعجبكم، وفريق متقدم يبين حاجة حلوة لكم كلكم. شكرا. أنا شفتان كلارا، قائدة فريق متقدمات اللي هو ثانوي بنات. السنة دي كنا بنتكلم عن الديسكونكت اند ريكونكت، ازاي يفصلوا من العالم ومن الحاجات اللي حواليهم ويقربوا من ربنا عن طريق الخلاء اللي هي حياة الكشافة. فابتدينا المنهج كله عبارة عن حاجات في الديني، ازاي يعملوا انفصال، ازاي يبعدوا عن الخطية، وبعدين حاجات ازاي يقربوا من ربنا. قعدنا كده لحد المعسكر. المعسكر كانت فترة حلوة جدا وفرصة حلوة جدا ان هم يقربوا. كان السنة دي العدد اللي طالع كان قليل، فده ساعدهم ان هم يعملوا ديسكونكت يعني للحاجات اللي حواليهم. قفلنا الموبايلات ساعتها وقعدوا يعني عملوا خلوة فعلا مع ربنا. بالنسبة للمنهج كان في الكشفي، كان الهدف ان هم لما يقعدوا في حياة الخلاء دي يعرفوا يتعاملوا وازاي يعملوا حاجات كشفية وحاجات خلوية خالص. بالنسبة للوادي دجلة طلعناهم رحلة في النص وادي دجلة ورحلة رحلة الهلال الأحمر. وادي دجلة كان برضو عبارة عن الصحراء، قاعدين بيتكلموا مع ربنا، نوع من الخلاء خالص، مفيش حاجة حواليهم تشغلهم، مفيش كونكشن، مفيش حاجة توترهم يعني. ورحلة الهلال الأحمر دي كان هدفها ترفيهي، ان احنا نخرج ونتعرف على بعض أكتر ونقرب من بعض أكتر. بالنسبة بقى لتالتة ثانوي عملنا حاجة اسمها المشروع. المشروع ده كان تأهيل ليهم ان هم يخشوا جوالة، درسوا فيه حاجات انه ازاي يبقوا في الخلاء يتعاملوا مع كل حاجة، ان هم ياكلوا ويشربوا ويولعوا نار من غير ما يبقى فيه اي معاهم اي ماتيريالز بقلل الامكانيات اللي معاهم. والحمد لله يعني الناس كلها كانت تجاوبت وفعلا ظهر ده في المشروع، كانت نتيجته حلوة جدا. قائد ديفي جلال، قائد جوالة. احب اشكر الاباء على دعمهم للكشافة، والكنيسة أتحت لنا فرصة إن إحنا نخدم ونساعد أولاد الملك للوصول للمسيح. وإحنا بنشكر القادة القدام إن هم وصلونا للي إحنا فيه ده، لأن إحنا لولاهم ما كناش هنوصل للكلام ده. أشكر إخواتي اللي تعبوا في المجمع. كرستان طيبين، بمناسبة عيد النيروز السنة الجديدة 1733 للشهداء. كشفت كنيستها طبعا مميزة، انها دايما بتنظم الاحتفالات والمناسبات الكبيرة. فرحت خالص السنة دي ان لقيتهم متجمعين في نهضة من نهضات العذراء، كل اعضاء كشافة حاضرين. ده كان اول مرة اشوف حاجة تحصل شبه كده، فكانت حلوة خالص. انا سامع ان في انشطة كبيرة قوي السنة دي اتعملت في الكشافة، شفت الموقع بتاعهم وشفت الكتاب النبذة الصغيرة اللي نزلوها، نشاط جميل خالص. ربنا يبارك الكشافة ويبارك المسؤولين عنها، يكون معاكم ويدينا دايما حكمة نعمل حاجة ونقدم حاجة لمجد اسم ربنا، وان الكنيسة تكبر وتكون مباركة بيها. انا اشكر الكشافة السنة دي، احنا محسناش بالصيف السنة دي، المهرجان بتاعتهم حلوة وجميلة. نشكر الكابتن باسم وكل الكباتن كلهم تحت اشراف سابونا مرقص والكابتن باسم، وهي الكشافة يعني من يعني رجالة فعلا يعني. فادي كل شيء ما يشمل دور.
هاشتاج ذا باك واي. زهرات متميزات. التحدي كبير والكلام كتير. هاشتاج مرشدات افعال لا اقوال. هاشتاج فريق متقدم هيشعل المجمع. هاشتاج العبره بالنهايه رائدات حكايه. ريشيب 2016. ريشيب 2016. كشف من كده وكابتن باسم يعني ما شاء الله وقف معانا صح واستحملنا يعني احنا يعني صراحه يعني طلعنا عينيه بس هو استحملنا لازم حاجه في الموضوع اللي هو استحملنا ويعني وهي بصراحه يعني شفتان كلارا ماما كلارا استحملتنا قوي قوي يلا ما انت يا باولو ما انت يعني بنضارتك الحلوه دي يعني راجل مهندس سيبك الحديده لا الحديده لا شفتان كلارا معاكي بص معايا بقى فيرو مهندسه في المعلومه اول دفعتها جمال جمال اول من الاخر يعني راجل صح الصح عزت يا حاج يا حاج انا على القناه الثانيه انا على القناه الثانيه الفضائية بابا عايز سلام شكر كل الشكر للقادة اللي تعبوا كتير في الفيديو ده الحقيقة مجموعة الميديا تعبت كتير جدا 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 عشان تعمل لنا الشوت الصغير ده من قعدت اكتر من 3-4 ايام الحقيقة تسجل في الكنيسة بنشكرهم وبنقول لهم اقل حاجة نعمل لكم سباعية جامدة جدا سباعية ابتدي الحقيقة برضو معانا دكتور صفوت غني عن التعريف دكتور صفوت تعب كتير قوي قوي مع كنيسة العذرية مصر من ساعة ما ابتدت ومش عايز اقول لكم كم الدعم اللي خدته الكشافة السنة دي منه شخصيا ومن الكنيسة كان كبير وكان غير محدود قبل ما يكون مادي الحقيقه كان معنوي احنا بنشكره كبير جدا 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 على محبته وفي درع صغير كده الدكتور صفوت عشان يبقى افتكارنا بيه دايما ابونا مرقص هيسلمه الدرع يشرفنا وينورنا برضو حضراتكم برضو لو رجعت للصفحة رقم 3 الدكتور صمويل متياس الحقيقة الدكتور صمويل متياس بقى ألقاب كتيرة خالص نبتديها من أول ما كان مدير مجموعة العذراء الفجالة وكان ليه دخل كبير برضو في نشأة مجموعة الشمندورة في منتصف الثمانينات مع كابتن صبري عريان اللي هو بقى أبونا برسوم حاليا بقى هو ماسك مدير مراسم قداسة البابا وماسك طبعا قائد عام على مجموعة الكشافة كلها في أسقفية الشباب الأمانة العامة للكشافة والمرشدات وطبعا هو صديق قبل كل حاجة بنشكره كتير خالص وبرضه بنقدم له درع على محبته معانا رجعنا لكم تاني وزي ما اتفقنا عبد بانتومايم في الاخر سؤال لازم كل واحد يساله نفسه ولازم كل واحد يدي اجابه ويا ريت الاجابه ينفذها شكرا
أنا مين؟ مصيري إيه؟ هو ده السؤال يا ريت نسأله لنفسنا كلنا. دلوقتي في حاجة صغيرة جدا، فيديو صغير مدة 4 دقايق بس، في كل حاجة عن فريق متقدم، في كل تعب فريق متقدم، وكل الرسالة اللي عايزين نوصلها. شكرا.
الكشافه بيرحب بيكم، مبسوطين انكم نورتونا في المجمع بتاعنا. انا مش هقدر اطول في الكلام، هسيبكم تتفرجوا احلى. يا رب العروض تعجبكم. الشباب تعبوا في الموسم ده كتير، وان شاء الله يتعبهم يبان قدامكم بصوره حلوه. شكرا.
بشكر قائد الكبير كابتن ميخائيل كيرون، مفوض التدريب وجه ابني وبحري، وقائد الكشافه البحريه وعضو لجنه الطوارئ في بيت العائله، بينورنا ويشرفنا النهارده. وفي حاجه كده درع خفيف يستكرنا بيه، اتفضل كابتن ميخائيل اتفضل. مساء الخير، معاكم كابتن فادي عادل قائد الدرام لاين. الاول بحب اشكر كابتن باسم فاروق قائد المجموعه جدا. صباحيه كابتن باسم. صباحيه كابتن باسم. أشكر ربنا مرقص لرعينا في كل مكان إن شاء الله يعني. صباحية يا ربنا، صباحية يا ابتدي. أنا بوجه الأول شكر خاص لكنيسة مريمينا علشان هم ساعدونا كتير في التدريبات، ولأن إحنا كنا بنروح نتدرب هناك. وبشكر كابتن أيمن جندي بالذات لأن هو قائد المجموعة هناك، هو اللي كان بيتابع معانا وكان بيودينا على طول نتدرب هناك. صباحية الكابتن ايمن جندي، صباحية ايه ابتدي. القادة اللي تعبوا معانا فرح معي كابتن مارك جورج وكابتن ابانوب نبيل وكابتن نيكولا ناجي، تعبوا معانا جدا. اخر حد احب اشكره يوسف شريف من فريق متقدم، لان هو اللي بدا فكره الطبل السنه اللي فاتت، هو للاسف مش معانا السنه دي في الطبل في الدرام لاين.
صباحية صباحية كابتن. رين ليوسف شريف. شكرا. رسالة شكر خاصة دكتور جمال محمد قائد الاتحاد العام للكشافة والمرشدات وعضو لجنة التوارث في بيت العيلة، برضو شرفنا النهاردة متشكرين خالص. أستاذ صادق برزي قائد برضو في الجمعية والكشافة البحرية المصرية، برضو شكر خاص لقوادة كنيسة العذراء الرحاب كابتن مينا ماجد وكابتن كريم بهاء وشكتن دي زهاني، برضو شرفنا قادة كنيسة العذراء مريمينة مدينة نصر شفتان كارولين نادر وكابتن إيهاب صفوت، وشرفنا برضو قائد عام كنيسة جوارديوس الأنبنتونيس مصر الجديدة شيف رامز، متشكرين ليك وليك كتير خالص خالص على محبتك وتعبك معنا. صباحية صباحية يا كابتن. طيب كان في طلب خاص كابتن ميخائيل حفيده معانا هنا في المجموعة، فكان عايز يركب له نجمة خاصة بالمجموعة الكشفية. مساء الخير، بقدم بالشكر لقادة المجموعة على دعوتكم الكريمة، كل سنة وانتم طيبين. بنقول لكم تحيات الأستاذ عبد الملك الداني رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، والسيد اللواء بحري أركان حرب محمود سامي رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة البحرية. متشكرين جدا، وأنا النهاردة حسيت فعلا ما احنا روحنا كتير، يعني معايا الدكتور صابويت برضه كان بنشوف، المبسوط إني شفت أولياء الأمور، ده دليل على إن الفرقة دي فرقة ناجحة والقادة فيها ناجحين جدا جدا عشان يخلوا هذا الربط مع هذا، فده حاجة جميلة جدا أنا بحب فيها قادة الكنيسة العظمى. شكرا. معايا الوسام بتاع مجموعات إيمانويل للكشافة البحرية، ودي مجموعات بدأت في المعظم، النهاردة أصبحت في أكثر من 10 دول أوروبية وعربية، فبهديه للقائد باسم، يعني أرجو أن أكمل منه. اللي كافحوا علشان يوقفوا كشافة اسقفية الشباب، والحمد لله نجح بعد ما كنا
مش عايز اقول لكم على حاجات كتيره قوي كده، انما الحمد عبدين بيقول عبدين الحمد لله، بنشكره وبنتمنى له دايما التوفيق ان شاء الله. بنديه علم الجمهوريه لان راجل وطني على مستوى عالي دلوقتي. اسمحوا لنا نقدم وسام البادج الذهبي للكشافة البحرية للشيف مينا صادق بعد إذنكم. أتعرفين قانون زهرات؟ هل أنت مستعدة للالتحاق بباقة زهرات؟ هل تعرفين أن التحاقك بالباقة سيتطلب أن تكوني مثلا أعلى في أخلاقك، في سلوكك، في تصرفاتك، في معاملاتك مع الناس؟ هل تعدي بأن تبذلي جهدك في أن تقومي بالواجب نحو الله ثم الوطن وأن تساعدي الناس كل يوم وخاصة أهلك؟ إني واثقة بأنك ستعملين بوعدك فأهنئك، وأنت الآن أصبحت زهرة في باقة زهرات. زهرات انصراف. مساء الخير.
احنا ان شاء الله بعد حفلة الوعد اللي اتعملت دي بيتعمل حاجة اسمها الصيحة الكبرى. ليه زهرات بيعملوا الصيحة الكبرى زي الاشبال؟ علشان احنا مبتدئين مع بعض السنة بنفس البروتوكول مع بعض. وبصراحة يعني والصيحة الكبرى دي بتمثل قبول الشم وقبول الزهرة في القطيع بتاع الاشبال. فاحنا هنشوف كمان شوية ان هما بيقعدوا يدوروا على القائد بتاعهم، واول لما بيلاقوه بينزلوا على رجليهم بيقدموا له زي ان هما ايه الاحترام بتاعه. بعدين هو بيقول لهم كلمة اللي هي اج 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 اللي هما ابذلوا جهدكم، وهم بيردوا عليها بيقولوا سج 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 اللي هي سوف ابذل جهدي او سابذل جهدي. دوت زي عهد ما بينهم هما الاثنين ان هما هيفضلوا يبذلوا جهدهم دايما طول ما هما في قطيع الاشبال. بعد كده بيعملوا ثلاث رقصات. رقصة لأكيلة، أكيلة دوت اللي هو القائد بتاعهم. وبعدين بيقولوا بند من بنود القانون اللي هو الشيب يطيع قائده. ليه؟ عشان هما بيرقصوا رقصة أكيلة. بعد كده بيرقصوا رقصة قا. رقصة قا دي قا دوت حيوان اللي هو الأفعى. فمعروف دايما إن الأفعى عينيها بيقولوا بتخترق الإنسان وبتبص جوه الروح بتاعه. فهو القائد اللي اسمه قا ده معروف عنه ان هو بيبص جوه الشبل اللي قدامه، بيبص جوه المخدوم اللي قدامه، وبيعرف يشوف شخصيته على حق وحقيقه، وبيعرف يصنفه صح وبيعرف يتعامل معاه صح. بعد كده بيرقص رقصه بالو. رقصه بالو هو القائد المرح او هو الشخصيه المرحه اللي بتعلم الولاد عن طريق الحاجة المرحة يعني في اليوم الكشفي بتاعنا وفي حياتنا عامة في الكشافة. فهما هما بيقولوا رأس البالو بيتعلموا كمان ان هما يعملوا عملا حسنا كل يوم. كل يوم مش بس هزار ومش بس ضحك ومش بس كده، لا ده لازم يعملوا كمان حاجة كويسة معاه. سابت زهرات للداخل داخل دور. أج 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 رأس بالو رأس أكيلة. يلا استعداد ابتدي. استعداد ابتدي. يصنع معروفا كل يوم.
تقبلوه ونبتدي. ثابت ثابت زهرات شكر كبير قوي شخصية ادت كل الدعم كل السبورت اللي حضراتكم ممكن تتخيلوه. الصيف ده ابتدت معانا بمعسكر يومين للقادة المساعدين، دي اول مره كانت تحصل في تاريخ الكنيسه، كلها كانت عن فن الاداره وكان عن مهارات القياده للقادة والمساعدين اللي حضراتكم شايفينهم قدامكم. رسالة شكر وتقدير خاصة جدا لأبونا قدس أبونا مرقس أنور. تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات لتنظم عقد الشكر الذي لا يستحق إلا أنت. إليك يا من بذلت ولم تنتظر العطاء، يا من قدمت المحبة بلا حدود، وبينما نعبر عن عرفنا علينا ألا ننسى أن أقصى درجات التقدير لا تتمثل بنطق الكلام إنما بتطبيقه كما علمتنا دوما يا أبينا الحبيب. فتشكرك مجموعة كشاف كنيسة البحرية على كل ما بذلته من عطاء ومحبة من أجل بناء هذه الخدمة. شكرين خالص اتفضلونا. أنا فرحان بيكوا أوي يا كشافين ويا أشبال ويا زهرات. عايزين سبعية ليكوا، تعرفوا تعملوها؟ سبعية سبعية ابتدي. ولادكم شاطرين أوي على فكرة، مش كده؟ عملوا شغل حلو خالص السنة دي، مش بس في المجمع اللي انتوا شفتوه والعرض، في المعسكرات وفي الاجتماعات. وعايزين سقفة لكل القادة والقائدات بعد إذنكم، كل القادة والمساعدين. سبعية سبعية ابتدي.
اكبر شكر طبعا بصراحه اكتر واحد تعب النهارده بتاع كل الصيف كابتن باسم فاروق وانا شخصيا من ساعه ما ربنا يعني ادانا ان احنا نمسك الكشافه الحقيقه ما لقيتش غير كابتن باسم هو اللي ممكن يتولى المهمه دي. انا بس عايز اقول كلمتين. كابتن باسم كان بيقعد كل يوم في الكنيسه الساعه 11 و12 بالليل مع القاده والمساعدين عشان يمشي المعسكرات يمشي اداره الامور كلها. انا كنت متكل عليه تماما وهفضل متكل عليه تماما في كافه الامور الفنيه والاداريه ويمكن انا قعدت معاهم عمالين بس يقولوا لي شكرا ليكون انا قعدت معاهم مرتين ثلاثه لكن هو الحقيقه كان شايل كل الحمل اللي انتم شايفينه ده بكل هم ولادي. ميرسي يا كابتن باسم ربنا يعوضك. تعرفت تعمل عشريه ولا مالكوش في العشريه؟ تعرفت تعمل عشريه؟ عشريه كابتن باسم ابتدي. هي كده على فكره ما تلخبطوش تعملوها تاني ولا تكسفونا ايوه ظبطوا نفسكم. انا هخصم منك يا ابني مش انت اللي دربتهم هخصم منك. يلا مع بعض كل الكشافة اللي واقفين من أول أشبال وزهرات ومرشدات وكشافين ورواد والرائدات والجوالة والقادة المساعدين. أنا فعلا فخور بيكم جدا عملتوا شغل في منتهى الجمال طول الصيف والنهاردة وتستاهلوا عزومة كبيرة يا كابتن باسم. فين كابتن باسم؟ فاحنا بنوعدكم هنعمل لكم رحلة لكل المجموعة الكشفية باشتراك زيرو. طيبين يا ولاد مع الأشبال دلوقتي. أشبال ايه انتبهت؟ أيوه الشبل جورج عادل أيوه الشبل ديفيد وائل أيوة الشبل بيتر جوزيف أيوة الشبل دانيال جورج. أتعرفون قانون الأشبال؟ هل أنتم مستعدون للالتحاق بفرقة الأشبال؟ هل تعرفون أن بالتحاقكم بالفرقة يتطلب منكم أن تكونوا مثلا أعلى في أخلاقكم وفي سلوككم وفي تصرفاتكم وفي معاملاتكم مع الناس؟ فهل ستعاهدون أن تتحلوا بهذه الصفات؟ أعد أن أبذل جهدي أن أقوم بواجبي نحو الله والوطن وأن أعمل بقانون الأشبال وأن أعمل عملا حسنا كل يوم Thank you.
دلوقتي احنا هنوزع شرائط القبول بتاعة الاشبال تتعلق على الكتف الشمال بتاعهم. دي بتقول ان هما اتقبلوا فريق الاشبال. مرشدات اتفضل.
بنات كتيرة مثاليات، عندنا العريفة المثالية هولي أكرم، وعندنا المرشدة المثالية سوري مساعدة العريفة المثالية مارجو أيوب، أثبتوا نفسهم السنة دي، سارة إيهاب، مارتينا إيهاب، موريس، مارلي ماهر. والطليعة المثالية طليعة فخيتا ونجم البحر، وهينوم عنهم في استلام الهدايا العريفة الكبرى ريني. وأن أعمل بقانون المرشدات. Thank you.
جاهز فريق كشافة. يسوع على صورته خلقني لي هدف في حياتي ودور اخدم بيتي كنيستي ووطني واكون وسط العالم نور. انا كشاف انا كشاف عمري ما خاف كل ما وقف شجاع وبدور ربي معايا هو حماية زي ما كان بيحمي داود. بيعدي عليا مش محسوب من عمري صحيح غير لما اعمل حاجة ايجابية تشهد اني ابن المسيح. كل يوم بيعدي عليا مش محسوب من عمري صحيح غير لما اعمل حاجة ايجابية تشهد اني ابن المسيح. انا كشاف انا كشاف عمري ما خاف كل ما وقف شجاع وقف ربي معايا هو حماية زي ما كان بيحمي داود. انا كشف عمري ما خاف كل ما وقف شجاع ربي معايا هو حماية زي ما كان بيحمي داود. ربي يسوع على صورته خلقني لي هدف في حياتي ودور اخدم بيتي كنيستي ووطني واكون وسط العالم نور. ربي يسوع على صورته خلقني لي هدف في حياتي ودور اخدم بيتي كنيستي ووطني واكون وسط العالم نور. انا كشاف انا كشاف عمري ما خاف كل ما وقف شجاع وبدور ربي معايا هو حماية زي ما كان بيحمي داود. انا كشاف عمري ما خاف كل ما وقف شجاع وبدور معايا هو حماية زي ما كان بيحمي داود. مساعد العريف المثالي الموسم بشوي فيكتور. الكشاف المثالي في الموسم بافلي ميشيل. صديقي الكشاف المثالي في الموسم مايكل نادر. اخر حاجه الطليعه المثاليه في الموسم طليعه انكرس. أعد بشرفي أن أبذل كل جهدي نحو الله ثم الوطن
وأن أساعد الناس في جميع الظروف، وأنا أعمل بقانون الكشاف. مجموعة انتباه. عندنا شاري صلاح عريفة مثالية. Thank you.
العادي نحو الله ثم الوطن، ونساعد الناس في جميع الظروف، ونعمل بقانون الكشافة. فريق متقدم جاهز. فريق متقدم. الحمد لله نشكر ربنا السنة دي بتعب كل الخدام وكل القادة وأبونا مرقص والكابتن باسم وكل الخدام. الحمد لله نشكر ربنا قدرنا نوصل للوقفة دي. وأحب بالمناسبة أشكر الطليعة اللي تعبت معانا طول السنة وهي الطليعة المثالية طليعة استنجري عربي في تحت ليه هاني تفضل استلم الدرع بتاعها. واحب اشكر كمان العريف المثالي شادي شريف. متقدم صباح
ايه انت بقى؟ وحش. صفر. ايه انت بقى؟ اليمين دور. قاعد بيشاور في انا كشاف المتقدم. انا ابذل كل جهدي نحو الله ثم الوطن. وانا اعمل صالحا مع كل الناس كل يوم. وانا اعمل بقانون الكشافه. متقدم انت بقى. كيف نصرف؟ السنة اللي فاتت قلت سابونا في معانا كان كشاف شاطر جدا وربنا يديه النعمة واخد شارة مسعف، بس للأسف حصل له ظرف مش حلو، دراعه اتكسر يعني، فاتحرم ان هو ياخد الشارة بتاعته. فنستأذن حضرتك بس نسلمه الشارة مع الكشاف المتقدم توني صبري. ونحب نشكر مصمم الفريق للشعارات بتاعته كلها مع بولا فرج. شكرا. احب اشكر بقى يا ابونا اخر حاجه بجد كل المساعدين اللي كانوا شغالين معايا، بالامانه تعبوا جدا، تعبوا اكتر مني بزياده قوي. كيرو حسام، بقدر حسني، فادي عادل، والكابتن اندرو اسد، والكابتن عصفور. شكرا. حقيقة الواحد لو حب يشكر القادة والمساعدين والسواعد اللي تعبوا طول الموسم لن يقل عن أكثر من 50 اسم في كافة القطاعات. يعني أقول لحضراتكم إن كل فريق مش أقل من 7 أو 8 خدام بيخدموا فيه بقلبهم وبوقتهم وبصحتهم. أنا ما أقدرش أقول غير ربنا يعوضهم على تعب محبتهم ووقتهم. فعلا القاده اللي اشتغلت في الصيف ده كانت قاده
هايله جدا والمساعدين والسواعد معسكرات كانت تقيل عليهم، حتى الزهرات والاشبال معسكراتهم كانت في الصحراء. انا بشكرهم كلهم على محبتهم ومتابعتهم. فريق جواله اتفضل. صفا جوانا انتبه للي من دول شرفي. أنا أبذل جهدي في أن أقوم بما يجب علي نحو الله ثم الوطن، وأن أساعد الناس في جميع الظروف، وأن أعمل بقانون الكشافة. كل قادة والجوالة تطلع والمساعدين، كل القادة تطلع. فريق الشافة، فريق الشافة، كلنا صورة مع الآباء كلنا. بس ايه بقى، ايه بسرعة كده على درجات. خلاص خلصنا. يلا يا شباب، ميشيل ابراهيم، كابتن لقا هنا، كابتن ملاك فين؟ معانا؟ شكرا.
كل الشكر لحضراتكم ان انتوا استحملتونا النهارده لحد الساعه 10 بالليل. الاباء والامهات والضيوف اللي معانا متشكرين خالص على تعبكم وعلى حضوركم. نتمنى ان احنا نشوفكم زي اليوم ده بالظبط السنه الجايه لو ربنا ادانا العمر. نشكر تاني ابونا مرقص وابونا برسوم على محبتهم. امضوا بالسلام وسلام ربي يكون معكم.